تركيا في دقيقة. أكد الخبير ومحلل الدفاع التركي هاكان كيليتش أن شراء بريطانيا لمسيرات تركية مقاتلة سيحقق نقلة نوعية ثقيلة في عالم المسيرات التركية، مشيرا إلى شراء بولندا العضو في حلف الناتو لهذه المسيرات كان مهما للغاية، وأن الأمر ربما يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة. قال مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفر بارهلي إن تركيا شريك رئيسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555-110-92. حقق حجم صادرات تركيا من قطع غيار السيارات 8,774,829,000 دولار بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول. أكد الرئيس أردوغان أن الطريق السريع الرابط بين إسطنبول وإزمير يساهم في تقليص مدة السفر من نحو 5.5 ساعات إلى 3.5 ساعات، كما يساهم أيضا في إثراء الحياة البرية وحماية البيئة من خلال زراعة أكثر من 6.7 مليون شتلة على طول الطريق. تركيا في دقيقة.